ماكرون مراهق سياسي ورئيس فاشل. فرنسا هي من صنعت الجزائر، فرنسا هي من تركت أغلب البنى التحتية في الجزائر بعد 130 سنة من الاستعمار، فرنسا هي التي وجدت الغاز والبترول في الجزائر وهي التي رسمت حدود. السلام عليكم مشاهدي قناة مصريين ام ال شانيل، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. من بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي انكر فيها وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، الجزائر اعتبرت أن هذه التصريحات مساس غير مقبول بذاكرة أكثر من 5 ملايين شهيد. نشوفوا الرد ديالهم ونعود نرجعوا. أمريكا لا تستطيع أن تتعامل مع مراهق سياسي، لأنه ماكرون مراهق سياسي ورئيس فاشل. أمريكا ما تقدرش تتعامل مع شخصية مثل شخصية ماكرون، كيفاش نقولوا، ضحية أهوائه. ولعل خياراته الشخصية، اليوم كي نهضوا على الشخص، خياراته الشخصية في الزوجة تاعو، في حياته الخاصة، في أصدقائه من الذكور اليوم في المقربين منه، أيضا من المخزن المغربي. اليوم لا يجب أن نأخذ الأمور هكا وحدها. تصريحات اليوم بعدها أكيد، تصريحات اليوم ماكرون والمكتب تاعو والمقربين من ماكرون الذين أغلبيتهم من المغاربة اليوم هم وراء هذه التصريحات، والأموال التي سيجنيها ماكرون عبر هذه التصريحات من أجل حملته الانتخابية زيادة إلى مغازلة الحركي ومغازلة كتلة انتخابية في ظل عزوف الشعب وعزوف الشباب الفرنسي. اليوم les intentions de vote في فرنسا، الناس اللي مقررة أنها تروح تنتخب indépendamment de X، وهي ما فاتتش 24% منها، 24% أي تخمم بالك تعاود تنتخب ماكرون، 19% لوبان، و 17% الزمور. أسبوع الزمور تلقاه فوقو ولا من بعد نشر الإعلامي حفيظ الدراجي تدوينة مرفقة بصورة لإيمانويل ماكرون عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. نشوفوها ونعود نكملوا. السلطة في الجزائر مطالبة بالرد بقوة على ماكرون باسم الأمة والدولة التي يتهكم عليها، وباسم الشعب الذي لم ينسى لفرنسا الاستعمارية جرائمها. استدعاء سفيرنا في باريس لا يكفي للرد على مراهق سياسي لا يقدر وزن الكلمات التي يقولها دون وعي بأنه سيكون الخاسر الكبير، وليس لدينا ما نخسره بل بالعكس. ونشوف كذلك الرد ديال الإعلامي المغربي صامد غيلان بخصوص هذا الموضوع. نخليكم مع التفاصيل. إن السفير لن يؤكد إلا هذه الحقائق وليس بيده شيء، ربما هي خطوة لإنقاذ ماء الوجه فقط لا غير. فرنسا هي من صنعت الجزائر، فرنسا هي من تركت أغلب البنى التحتية في الجزائر بعد 130 سنة من الاستعمار، فرنسا هي التي وجدت الغاز والبترول في الجزائر وهي التي رسمت حدود هذا البلد المجاور. الجزائر تعرضت للاستعمار خلال تاريخها كاملا من طرف الرومانيين والإسبان والعثمانيين وكذلك الفرنسيين، ولن تصنع تاريخا هكذا. يعني حتى تكون الجزائر دولة ذات تاريخ عليها انتظار 6 أو 7 أو 8 قرون لكي تتكلم عن تاريخ تليد للدولة. أما الآن فالحقائق معروفة، واستدعاء السفير لن يضيف شيئا، كانت صفعة دبلوماسية تلقيتموها والآن عليكم إنقاذ ماء الوجه فقط. أما ما قيل فهو حقيقة مطلقة حول هذا البلد الذي لم يكن متواجدا على الخريطة الدولية كدولة إلا بعد الاستعمار الفرنسي. أما قبل هذا كنتم قطعة من الأراضي أو جزءا من الأراضي تعاقبت عليه الدول لتتحكم فيه أو لتتحكم فيها هذه القطعة الأرضية، وبعدما أصبحتم دولة تطاولتم على الجميع وقلتم بأنكم قوة إقليمية. وهو ماكرون يأتي، ماكرون الذي لا أحبه بشكل شخصي ولست معجبا بشخصيته، لكنه قال الحقيقة، واستدعاء السفير الجزائري ربما خطوة لإنقاذ ماء الوجه. هذا ما كان، وربما يجب العمل على الأمور الداخلية في الجزائر والعمل على صناعة تاريخ حتى يمكنكم التحدث عن كونكم دولة حقيقية بعد 6 قرون.